انفجار جديد ومفاجئ هز العاصمة الإيرانية طهران فجر هذا اليوم وفي الساعات الأولى من هذا اليوم، وتفاصيل هذا الانفجار هي جاءت بهذا الشكل. هذه هي كما تلاحظون العاصمة الإيرانية طهران، وعلى مسافة 37 كيلومترا تأتي مدينة مهمة جدا وهي مدينة رباط كرين، تقريبا بهذا الاتجاه هي التي كان فيها الانفجار. وطبعا هذا الانفجار جاء بتصريحات مؤكدة من مدير الهلال الأحمر في طهران، هو الذي أكد بأن كان هنالك انفجارا مفاجئا وغير، ولا يوجد له تفسير، في أحد أنابيب الغاز الذي أدى إلى انهيار هذا المبنى المكون من 3 طوابق، وسقط 18 شخصا جراء انهيار هذا المبنى، بين قتيل وبين جريح، 9 جرحى و9 قتلى. لا تفسير لماذا هذه الأمور تحدث بهذا الشكل. خلال هذا الأسبوع كان هنالك انفجارا أيضا غرب محافظة كرمنشاه في إيران على إحدى القواعد العسكرية، وأيضا كان هنالك أيضا حريق خلال هذا الأسبوع في سوق طهران الكبير أدى إلى تدمير 30 محلا تجاريا، بالإضافة أيضا إلى محافظة بوشهر وما جرى إليها من عملية إحراق 7 سفن للشحن. وبالتالي لا تفسير نهائيا، تارة تذهب الاتهامات إلى الموساد الإسرائيلي وتارة تذهب إلى المعارضة الإيرانية، ولكن في نهاية المطاف المتضرر الوحيد هو المواطن الإيراني، وواضح بأن الضغط كبير للغاية. المثير بهذا الأمر أن قبل هذا الانفجار وانهيار هذا المبنى الذي نتحدث عنه، كان هنالك أيضا قصفا وضربة جرت ضد الفصائل الإيرانية في الداخل السوري. وكالة الأنباء السورية هي التي أكدت عددا من التفاصيل وقالت بأن كان هنالك صاروخ أرض هو جاء من هضبة الجولان، هنا باللون الأزرق هضبة الجولان، باللون الأحمر هي الأراضي السورية، ومن هنا الأراضي اللبنانية، صاروخا واحدا من صواريخ الأرض هي التي استهدفت بشكل مباشر مدينة زاكية هنا، وسقط في محيط مدينة زاكية. وأكدت وكالة الأنباء السورية بأن الأضرار كانت هي أضرار مادية، لا قتلى ولا جرحى، ولكن المرصد السوري لحقوق الإنسان كانت لديه تفاصيلا أكثر حول هذا الموضوع وأدق، وهو تحدث بأن الاستهداف طال منطقة موجودة بين زاكية وبين خان الشيح هنا بهذا الاتجاه، وهذه النقطة بالنسبة للصاروخ الأرض التي استهدفها هي تابعة إلى الفرقة التابعة للجيش العربي السوري، هي التي استهدفت بشكل مباشر. والمثير بأن المنظومات الدفاعية السورية التابعة للجيش العربي السوري هذه المرة لم تكن حاضرة ولم تتصدى لهذا الصاروخ، وقد يكون السبب هو بسبب هجوم قامت به إسرائيل أيضا بصواريخ الأرض في 9 فبراير قبل 7 أيام من هذا الهجوم يوم أمس، في آخر الساعات من يوم أمس. وبالتالي كان الهجوم طبعا بصواريخ الأرض هو طال المناطق القريبة من ضاحية قدسية، نتحدث عن جبل قاسيون وكذلك مطار المزق العسكري الذي كانت فيه الكثير من المنظومات الدفاعية والرادارات ضربت بالكامل، وكذلك الضمير بهذا الاتجاه أيضا ضربت رادارات خاصة بها. وعلى هذا الأساس هذا قد يفسر لماذا المنظومة الدفاعية لم تتحرك ولم تتصدى لهذا الصاروخ الذي قام بهذا الاستهداف. المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا أكد بأن سيارات الإسعاف كانت حاضرة وكانت هنالك إصابات بشكل مؤكد، ولكن الاستهداف هنا ليس كالاستهدافات العادية والسابقة. الاستهدافات السابقة كانت تطال مستودعات للأسلحة أو غيرها من هذه الأمور التابعة للميليشيات الموالية لإيران، لكن هذه المرة هذا الاستهداف هو طال اجتماعا بين قيادات أمنية عالية المستوى بحسب المرصد السوري، ولكن لم يتم تحديد ما إذا كانت هذه القيادات هي قيادات للميليشيات أم قيادات للجيش العربي السوري، أم أنه اجتماعا بين الطرفين، وذلك لسبب مهم جدا ذكره المرصد، ألا وهو بأن الميليشيات هي ترتدي نفس الزي الخاص بالنظام السوري، نفس الزي الخاص بالجيش العربي السوري، لذلك لا يمكنك تمييز ما الذي يجري هنا. ولكن كانت هنالك تسريبات من الصحف الإسرائيلية عن هذا الموضوع توضح بأن الهدف الأساسي هي كانت الميليشيات الإيرانية، وهذا ما ذكرته جيروزلم بوست عن هذا الموضوع. استهدف الهجوم ميليشيات إيرانية تقع جنوب غرب العاصمة دمشق، وكانت هنالك أضرارا في الممتلكات بمكان الحادث. وكذلك التايمز أوف إسرائيل نقلت أيضا أن الهدف كان قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الإيرانية
والسورية، وبالتالي واضح الاستهداف كيف جرى وكيف تم. المثير بأن الانفجار في داخل إيران وكذلك هذا الهجوم الذي نتحدث عنه على الأذرع الإيرانية الموجودة في الداخل السوري هو يأتي بعد خطاب جاء للأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، الذي طبعا ظهر بخطاب مطول، وجزء من هذا الحديث والخطاب الذي ظهر به هي الضربات التي طالت سوريا بشكل عام في الفترة السابقة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، والتي تستهدف الصواريخ الدقيقة التي تنقلها إيران إلى حزب الله اللبناني، وقال بأنها فشلت، والآن حزب الله اللبناني يمتلك صواريخا دقيقة يستطيع استهداف العمق الإسرائيلي من دون أي مشاكل. والصحافة الإيرانية دعمت خطاب السيد حسن نصر الله بشكل واضح للغاية، ودعمت الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها والتهديد لإسرائيل الواضح في هذا الأمر، وبالتالي بأن إسرائيل فعلا هي تشعر بالضغط أيضا. الضغط ليس فقط على إيران وعلى الأذرع الإيرانية، إسرائيل تشعر بالضغط، وهذا ما أكده اليوم موقع أكسيوس الأمريكي الذي أوضح بأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إلى البحرين ركزت بشكل مباشر وبشكل خاص على تشكيل تحالف. إسرائيل تبحث عن تشكيل حلف مع الدول ودول الخليج العربي وغيرها من أجل مواجهة إيران وتهديداتها، وذلك لسبب مهم كما تحدثنا هو الضغط الذي تشعر به إسرائيل، لأن الميليشيات الإيرانية موجودة في سوريا، موجودة في لبنان، هنالك إمكانيات في طائرات الدرونز والصواريخ الدقيقة التي تحدث عنها السيد حسن نصر الله، ضغط عالي على إسرائيل على التماس على الحدود بهذا الشكل، وكذلك بأن نجاح المفاوضات النووية سيوفر أموالا لهذه الميليشيات لكي تصبح أكثر دقة وأكثر قوة. مليارات وملايين الدولارات ممكن أن تتوفر إذا ما تمت العودة إلى هذا الاتفاق النووي. على هذا الأساس إسرائيل من خلال التطبيع ومن خلال الاتفاقية الأمنية مع البحرين هي تهدف أن تقول بأنني أيضا كما أنتم موجودين في سوريا وفي لبنان أنا أيضا موجودة في الخليج العربي، وممكن أيضا أن أكون على التماس معكم وأستهدفكم كما تستهدفونني، وبالتالي المعركة هي تذهب بهذا الاتزان. ولكن ما هو الأمر الأخطر بالنسبة لإسرائيل هو أن هنالك تطورات في المنشآت النووية تجري، وتحديدا في منشأة نتنز النووية لا يعلق عليها أو يعلق عنها أحد أبدا، وهذه القضية ذكرتها اليوم الجيروزلم بوست الإسرائيلية بهذا الشكل، تحدثت عن أن هنالك توسعة كبيرة في منشأة نتنز إذا ما نجحت وتمت واكتملت، وهي بدأت منذ نهاية العام الماضي، فلن يمكن لأحد أن يضرب هذه التوسعة بعد الآن، وإيران ستكون قادرة إلى الوصول إلى القنبلة النووية بشكل مباشر، وهذه تم تحليلها من قبل معهد العلوم والأمن الدولي بهذا الشكل، نشروا هذه التفاصيل طبعا حقيقة الشهر الماضي، وهذه طبعا منشأة نتنز لكي نعرف هذه التفاصيل. التوسعة تجري على مسافة بهذا الاتجاه 1.5 كيلومتر، قد تكون أقل من هذه المسافة للوصول إلى هذا الجبل. الحديث عن التوسعة هي كلها تجري بهذا الجبل الذي ترونه أمامكم، ومن الممكن للأشخاص الموجودين في منشأة نتنز التوجه إلى هذا الجبل بهذا الطريق، وبعدها أخذ انعطافة من هذا الطريق أو من هذا الطريق من أجل الأخذ بمدخل وأن يدخلوا تحت هذا الجبل، لأن البناء يجري هذه المنشأة تحت هذا الجبل. مسافة هذا الطريق تصل إلى 2 كيلومتر قبل الانعطافة إلى هذا الجبل والصعود ومن ثم الدخول إلى هذه النقطة. دعونا نذهب إلى هذا المدخل تحديدا لكي نشاهد هذا المدخل لهذا الموقع. سنلاحظ بأنه حقيقة ليس مدخلا واحدا، وإنما مدخلين، ثلاثة مداخل مباشرة إلى هذه التوسعة لمنشأة نتنز النووية، ولكن هذه أساسا هم قاموا بهذه المداخل منذ عام 2007. الأمر ليس جديدا، والحديث ليس عن هذا المدخل أبدا، بل توسعة أكبر من هذا الأمر كما تحدثنا. معهد العلوم والأمن الدولي هو الذي كشف عن هذه التفاصيل. كما تلاحظون هنا منشأة نتنز التي أشرنا إليها، وهنا التوسعة التي تجري في هذا الجبل بهذا الشكل. هذا هو المدخل الذي أشرنا له منذ 2007 كما تحدثنا، وهذه هي التوسعة الكبيرة التي تجري. المنشأة ستكون عميقة بحسب الجيروزلم بوست إلى درجة أن كل الصواريخ والإمكانيات وغيرها التي يمتلكونها لن تكون كافية لضرب هذه المنشأة التي أشار لها المعهد بهذا الشكل إلى كل تفاصيلها التي تأتي تحت الأرض، لن يكون كافيا هذا الأمر. ولذلك استغراب إسرائيل هنا، لماذا لا يتحدث أحد عن هذا الأمر ويتركون إيران وهي توسع بهذا الشكل، وممكن لأجهزة الطرد المركزية أن تكون موجودة هنا في هذا المكان. القضية لا تزعج إسرائيل فقط،
بل هي تزعج أيضا الحزب الجمهوري الأمريكي وتحديدا من الأعضاء الموجودين في مجلس النواب الأمريكي منذ يوم أمس. كما ترون هؤلاء الأعضاء المهمين، نتحدث هنا عن كيفن مكارثي وهو زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، وهنا طبعا مايك جالكر، وهنا مايك وولت. هؤلاء الثلاثة قاموا بقيادة 165 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، وقاموا بإصدار رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن. هذه هي الصفحة الأولى، وكما تلاحظون بأنها مؤرخة في 16 فبراير. يضغطون على الرئيس الأمريكي جو بايدن ويطالبونه بسبعة نقاط ذكرت بهذا الشكل. كما تلاحظون في الصفحة الأولى 4 نقاط من هذه السبعة نقاط يضغطون عليه كثيرا ويقولون له ويتوعدونه بأن أنك يا بايدن إن لم تعد إلينا ولم تراجع الكونغرس قبل الاتفاق مع إيران، فعلم تماما بأننا لن نترك الأمر أبدا، وأن هذا المصير ومصير هذه الاتفاقية سنعاملها كمعاهدة وسننسحب من الاتفاقية وستنتهي إلى الأبد. ووقعوا عليها جميع الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، بل أنه تم ترجمة أيضا هذا الكتاب من قبل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بهذا الشكل طبعا كما تلاحظون إلى الفارسية، ومارك دوبيتس بهذا الشكل. مارك دوبيتس هو أساسا رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، غرد بهذا الشكل اليوم وذكر ووضع منشن إلى المرشد الأعلى لكي ينتبه إليه المرشد الأعلى، ووضع جميع الصفحات الخاصة بال 165 جمهوريا بهذا الشكل لكي يبلغه بشكل واضح بأن الكونغرس الأمريكي يقف تماما خلف أي اتفاق سيجري الآن من دون مراجعة الكونغرس الأمريكي. فعليك أن تعلم بأن الأمور ستتغير، وخاصة أن الحزب الجمهوري الأمريكي لديه حظوظ كبيرة جدا نهاية هذا العام في انتخابات مجلس النواب. ولكن أيضا الاتفاقية النووية رغم كل هذه الأنباء الجيدة عنها إلا أن الأمور لا تبدو بخير حتى هذه اللحظة، على الأقل مما صدر من الفاينانشال تايمز من لقاء خاص مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان بهذا الشكل، وهو ذكر وزير الخارجية الإيراني بأن المشكلة الآن متوقفة، أن إيران تريد رفع جميع العقوبات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي تقول بأننا سنرفع عنكم العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فقط، وبالتالي ليست كل العقوبات هي التي سترفع. وهنا خلاف كبير جدا يجري في هذا الموضوع، وتظل الأسئلة الكبيرة إذا ما نجحت الاتفاقية النووية أو لم تنجح، أين سنتوجه وما طبيعة التصعيد على المستوى الداخل الإيراني وكذلك على مستوى الأذرع الإيرانية، وكيف سينعكس على المنطقة بشكل عام؟